نود أن نتعرف على انعكاسات الإيمان في حياتنا في عالمنا اليوم. كيف يمكن اليوم العالم يكون أفضل بالإيمان وبتفاصيل الإيمان؟ يكون عالمنا أفضل بالإيمان إذا كان الإيمان صادقا وفهم حقيقة الإيمان وكان ذا أثر عملي على المؤمن، ليس مجرد قول باللسان. الإيمان إذا انطبع في القلب وأثر على السلوك يبعث على السكينة النفسية والاجتماعية ويصنع السلوك والقيم الأخلاقية وبشكل طوعي تأتي تلقائية. هنا تكمن قوة ومتانة وثبات القيم. ولذلك يجب أن يراجع أي أحد كمال إيمانه إذا فقد السكينة الإيمانية أو فقد تلك القيم الأخلاقية التي من شأن الإيمان أن يبعثها في قلب المؤمن، ثم تنطلق إلى الفضاء الخارجي في قيم وسلوكيات يتفاعل معها مع الناس، وبالتالي يشع بهذا الإيمان وبضيائه على الآخرين من خلال أفعاله وقيمه.